السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نحلوا موضوع فروض للسنه اولى متوسط في اللغه الانجليزيه. فقط هنا كاتبين اختبار انه خطا مطبعي، هو فرض في اللغه الانجليزيه. Hello, my name is Brian Trump. I am 12 years old. I am from America. اسمه براين ترامب، عمره 12 سنه، هو من امريكا. And I live in Boston. يعيش في بوسطن. I am a pupil at Wyberton Primary School. هو تلميذ في ابتدائية وايبرتون. I have a nice family. عنده عائلة رائعة. My father is an electrician. أبوه هو كهربائي. And my mother is a surgeon. أمه طبيبة جراحة. She works in Brigham Hospital. تعمل في مستشفى براغام. I have one brother. عنده أخ واحد. His name is Mike. اسمه مايك. I have a pet. عنده حيوان أليف. It is a dog. إنه كلب. I call him Max. اسمه Max. I like playing football and my favorite food is pizza. يحب أن يلعب الفوتبول وطعامه المفضل هو البيتزا. What about you? ماذا عنك؟ إذن هنا عدنا نص. دائما كيكون عدنا نص راح تكون عدنا أسئلة خاصة بالنص، أسئلة للقواعد والتعبير الكتابي. إذن هنا reading comprehension، هنا الأسئلة الخاصة بالنص. I read the text and complete Brian's identity، اللي هي بطاقة التعريف نتاع براين، لتحتوي على الاسم، اللقب، العمر، المدرسة، البلد والمنطقة اللي يسكن فيها وحيوانه الأليف. First name اللي هو الاسم، family name اللي هو اسم العائلة ولا اللقب. إذن اسمه براين، لقبه ترامب، age عمره 12 سنة، school مدرسته وايبرتون برايمري سكول، ابتدائية وايبرتون. country اللي هو البلد أمريكا، قال لهم I am from America and I live، أعيش في بوسطن. إذا هنا city اللي هي المدينة اللي يعيش فيها هي بوسطن. حيوانه الأليف his pet هو a dog، قال لهم I have a pet it is a dog. okay، هنا فقط تقرأوا النص مليح وتركزوا راح نجاوبوا عليها إن شاء الله. هنا number 2 or B. I read the text and match the halves to get correct sentences. هنا عندنا نصف جملة وهنا نصف جملة، راح نربطوا هذه مع هذه باش نلقاو جملة كاملة. Brian is, the father is, the mother is and Max is. A pet dog, a pupil, an electrician, a surgeon. إذا Brian is a pupil. هو تلميذ. The father is an electrician. أبوه يعمل إلكتريسي، كهربائي. My mother is a surgeon. طبيبة جراحة. هذو كامل خرجناهم من النص. Max is a pet dog. حيوانه الأليف اسمه Max. هذو كامل تروحوا للنص تقراوه وتستخرجوا منه وتربطوا النصف الجملة مع الجملة باش تحصلوا على جملة كاملة. هنا قال لك I find in the text words that are closest in meaning. احنا رايحين نلقاو كلمات مفردة والمفردات لهذ الكلمتين. عندنا I am، هنا في النص شكون اللي راهو يقول I am؟ My name is Brian. I am، اذا هنا I am تعود على Brian Trump، ولا تكتبوا غير Brian. اوكي، اذا I am تعود على Brian. Parents اللي هما الوالدين، father and mother، اذا هنا parents هما my mother and my father. okay، عفوا my father and my mother. okay، هما الوالدين parents. ومن بعد هنا find in the text words that are opposite in meaning. هنا حوسنا على المعنى، هنا راح نحوسوا على العكس. اذا he هو، العكس نتاعو she هي. dislike يحب، العكس نتاعو يكره، العكس نتاعو يحب اللي هي like. هنا في النص قال I like. okay، I like. هنا قلنا she اللي هي my mother، my father هو he، my mother نقوله she. okay، إذا he عكسه she هي، dislike عكسها like. إذا الآن ننتقلوا عفوا mastery of language اللي هي القواعد. I complete with A A N. هنا A و A N وقتاش نديروهم؟ تم وش طرحت نشرت عفوا فيديو شرحت لكم فيه وقتاش ديروا A وقتاش ديروا A N، راح تلقاوه مع الفيديوهات. إذا Mrs. Johnson is a Brazilian. is a Brazilian. هنا عندنا B نديرو معاه A. Brazilian mother she has a
boy. هنا be boy. She has a boy. He is an architect. هنا عندنا I درنا معاه I an. An architect. دوك نفهمكم فيها. And an excellent girl. عندها طفل هو مهندس معماري وطفلة رائعة. And an excellent. هنا عندنا I درنا I an. An excellent girl. She is a pupil. هنا درنا I لأنه عندنا P. At an elementary school. هنا درنا an لأنه عدنا الاي. هنا وقتاش نديرو an وقتاش نديرو اي راح ندير لكم مراجعة خفيفة لأنه سبق قلت لكم وطرحت الدرس الخاص بهذا الاي والاي an. نديرو an كي نلقاو الكلمة تبدأ بأي اي اي او يو. نديرو an. هذو الخمس حروف هما الفاولز في اللغة الإنجليزية الفاولز. أوكي. أما باقي الحروف من غير هذا الخمس حروف نديرو معهم A. Okay. I put the following words in the right tree. عدنا شجرتين. Family members وشجرة للأعمال اللي هما jobs. عدنا كلمات رايحين نصنفوهم في شجرة أفراد العائلة ولا في شجرة المهن والأعمال. إذن عدنا mother اللي هي family members. دخل هي family member عضو أو فرد من أفراد العائلة. Mechanic اللي هو عمل a job. Grandfather الجد اللي هو من أفراد العائلة. Vet اللي هو الطبيب البيطري هي عمل. Brother اللي هو الأخ يدخل في أفراد العائلة. Painter اللي هو الدهان يدخل في الأعمال أو في المهن. Electrician أيضا يدخل في المهن. وعندنا sister تدخل في أفراد العائلة. إذن family members هما أفراد العائلة. Jobs هما المهن والأعمال. Then I classify the following words in the right column according to their vowel sounds pronunciation. هنا رايحين نرتبوا هذه الأربع كلمات نديروهم في الخانة الخاصة بالنطق تاع TH اللي هما two vowels two sounds عفوا اللي عندنا هنا th 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 okay وعندنا th th هنا their vowel sounds اللي هنا vowel sounds اللي هما النطق تاع الحرف نتاعهم. اوكي عندنا ذ وعندنا ث. اذا هنا ث كيما 3 وذ كيما father. عندنا brother هنا راحت مع father ذ brother. 13 تدخل مع 3 13. اذا هنا حرف الثاء وهنا حرف الذال. Okay. إذن هنا 13 دخلت مع ث. Thursday مع ث أيضا. تبقى لنا that مع brother the that. Okay. هنا في الأخير عدنا الفقرة I answer Brian's message and write about my name, age, school, city, country, family members, likes and dislikes. إذن هنا رحين نكتبو رد لبراين نحكي ولو كما حكينا هو على العائلة نتاعنا. إذن هنا الفقرة أنا كتبتها رايحة نعاود نكتبها معاكم هنا تبعوا معايا. أوكي هنا نقولو Hi Hi My name is Ali. I am 12 years old. I am a pupil at Al Arbi bin Mehidi. المهيدي ميدل سكول. اسمي علي عمري 12 سنة. أنا تلميذ في متوسطة العربي بالمهيدي. I am from Algeria. My father is a teacher and my mother is a teacher too. هنا كيكون نفس الوظيفة راح نديرو too معناتها أيضا.
أبي أستاذ وأمي أستاذة أيضا. I have one sister. Her name is Selma. She is 10 years old. Okay, عمرها 10 سنوات. Okay, ومن بعد هنا I have a pet animal. It is a cat. قطة. عندي حيوان أليف إنه قطة. I like ice cream. Ice cream so much. And I like fruits too. وأحب الفواكه أيضا. إذن Hi, my name is Ali. I am 12 years old. I am a pupil at Al-Arbi bin Mehdi Middle School. I am from Algeria. My father is a teacher and my mother is a teacher too. I have one sister. Her name is Selma. She is 10 years old. I have a pet animal. It is a cat. I like ice cream so much and I like fruits too. أحب المثلجات كثيرا وأحب الفواكه أيضا. إذا كان هذا هو حل لهذا الموضوع. رايحين تحتفظوا به عفوا للاختبارات لأنه راح تكون المواضيع بنفس الطريقة. إذا هنا أتمنى لكم التوفيق جميعا وربي ينجحكم يا رب.